التارجت بتاعنا ان احنا نقدم اعلى خدمه اسعافيه لعلاج الحالات، ان احنا ننقلهم نقل صح وامن. دي اصبحت جزء من حياتنا تقريبا، احنا سياره الاسعاف وكل الاجهزه اللي فيها بقينا جزء واحد. والله احنا اولا مهنتنا قبل اي حاجه مهنه انسانيه بحته، ما بنفرقش بين الوان او اديان. قمة السعادة لما تلاقي إنسان ملهوف لك قوي أو محتاجك في شدة وأنت بتكوني إيد عون ليه وتقدري تطلعيه من اللي هو فيه، واللي هو فيه ده بيساوي الحياة. إنقاذ حياة مصاب محتاج لنا، دي بتكون طبعا في منتهى السعادة. ٢٢٣ هو الرقم اللي حافظينه كلنا في كل بيت مصري، لأن ده أول رقم ممكن نلجأ ليه لو لا قدر الله في أي حاجة، بيكونوا هم على طول أقرب ناس لينا، بيتحركوا بيشتغلوا في كل المحافظات في مصر. يمكن احنا بنشوف الرحلة أو بنشوف العربية أو بنسمع كل فترة عن بطولات لرجال الإسعاف في مصر، لكن في حكايات كتير قوي قوي قوي، حكايات إنسانية زي ما قلت. الرحلة ساعات اللي بتكون من مكان حادث لمستشفى أو من مستشفى لمستشفى تاني أو أيا كانت، يعني الرحلة بيبقى جواها حكايات كتير جدا جدا جدا. هنسمع بعض أو جزء منها من أبطالنا وضيوفنا الموجودين معايا النهارده في مساء دي ام سي، واللي بيشرفوني دكتور احمد سيف رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئه الاسعاف، اهلا بحضرتك. أهلا، كمان المسعف مجدي محمد، اهلا بحضرتك. أهلا، برحب كمان بالمسعف محمد مدحت، اهلا بحضرتك. أهلا، والمسعف كارم عبد الفتاح، مشرفني مشرفيني جميعا. اهلا فيك. وتاني بقول ان دي مش مهنه، هي فيها جانب كبير بطوله زي ما سمعنا في التقرير، بيبقى فيها حياة. يعني الشغل اللي حضراتكم بتقدموه بيفرق لحظة من لحظة في حياة بني آدم. هيا نعرف بس ناخد فكرة كده عامة يا دكتور الأول على عمل الإسعاف في مصر، وبعدين نبتدي نسمع الحكايات من أبطالها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد بوجودي مع حضرتك النهارده، وسعيد جدا بوجودي مع الرجاله اللي دايما زي ما احنا بنقول لهم كده بيرفعوا راسنا فعلا بتصرفاتهم النبيله. احنا بنطبق اكتر من قاعده عندنا في الاسعاف، اهم قاعده فيهم ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. فعلا اللي بيعيش لنفسه ده ما يستحقش انه يتولد، انا المفروض بعيش للاخرين. وفعلا القاعده دي مطبقه الحمد لله عندنا، وجودنا النهارده ده دليل على كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اي اداء فني المسعف بيعمله، احنا لسه كنا بنتكلم من شويه على تجديد النيه، ان انا بنزل اعمل خير، بنزل عشان انقذ مريض او مصاب. دايما واحنا بنتكلم مع الرجاله في التدريبات بتاعتنا وفي الزيارات للمحافظات بنقول لهم انا ما اعرفش المصاب ده مين، لا قدر الله ممكن يكون حد عزيز عليا، ممكن يكون واحد قريبي او جاري، فانا لازم اعمل اقصى اداء فني كويس جدا يبقى في سرعه استجابه للبلاغات الاسعافيه عشان اقدر انقذ المصاب ده. والحمد لله احنا عندنا النهارده امثله، يعني مثلا حاله ولاده جوه عربيه الاسعاف، فانا كده ما انقذتش نفس واحده بس، لا ده روحين. دي حصلت، حضرتك كنت معايا على التليفون تقريبا من اسبوعين. بالظبط. ودايما يعني انقاذ المريض او انقاذ المصاب ده واجب انساني من الدرجه الاولى. دي اول نقطه. تاني نقطه عندنا ان انا دايما بنهتم بزمن الاستجابه نفسه، دي من القواعد الاساسيه عندنا، ان انا لازم يبقى في سرعه في الاداء. حضرتك الفيديو اللي اتعرض قبل اللقاء دلوقتي اخذنا بالنا ان المسعف بيتعامل بسرعه، سرعه ودقه، ودول برضو حاجة مهمة جدا الحمد لله هيئة الإسعاف بتتميز بيها، واضح عندنا في أزمنة الاستجابة في الفترة الأخيرة يعني من المتابعة الحمد لله في تحسن. الموضوع اتحسن كتير كتير عن زمان الحمد لله. اتكلمت مع حضرتك أستاذ مجدي من أسبوعين تقريبا على حالة الولادة اللي حصلت جوه العربية، وسألتك قلت لك أنتم مدربين
على التعامل مع حاله بهذا الشكل؟ يعني طبعا. ده بقى مش اسعافات اوليه، دي ولاده. طبعا احنا بيتم تدريبات سنويه على طول، التدريبات مكثفه، اطباء بصراحه اطباء مهاره ربنا يبارك فيهم، على طول تدريبات مستمره على كل الحالات، يعني مختلف الحالات، سواء حالات مرضيه او اصابات، سواء حالات من بيت، حالات من شارع، حالات تحولات من مستشفى لمستشفى. اهم حاجه الصبر واعطاء كل ذي حق حقه. انا بفكر الناس بالصوره، وهما سموا كمان الطفل مجدي على اسم حضرتك، ما غيروش الاسم. مساكين جدا وناس مسالمين جدا. لسه مجدي الحمد لله. ناس مساكين، ناس طيبين جدا، كانوا في بمصطلح البلدي كده غرقانين، مش عارفين اي حاجه. بالنسبه لهم الراجل جاي مش عارف هيعمل ايه، حتى الورق مش عارف ايه الورق اللي هيخلصه. رحت بسرعه جدا، فهمت ان الراجل مش فاهم اصلا الاجراءات، كمان راجل طيب خالص مسكين، يعني راجل بلدي زي حالتنا. جريت بسرعه خلصت له انا الاجراءات. ده بقى الدور الانساني، لانه ده مش يعني في مهام وظيفه حضرتك، ده مش المفروض من ضمن المهام، لكن طبعًا. هنا بقى الجانب الانساني للوظيفه. طبعا خلصت له اجراءاته، وبعد كده بدات اشوف تقرير الطبيب، لان الطبيب طبعا كان كاتب بيبي اوفر سايز، الطفل حجمه كبير ولازم قيصريه وكده. خدت الام في سياره الاسعاف، وطلبت سيدات، طبعا حالات النساء بالذات بنطلب سيدات يركبوا داخل سياره الاسعاف، عشان لازم الحرمانيه، واللي احنا عندنا طبعا دي مبادئ اساسيه احنا بنتعامل بيها، يعني لان احنا كلنا بنتمنى كل الناس يعني يبقى مستورين معانا. طبعا فطلبت سيدات داخل سياره الاسعاف، للاسف ان هم ما قدروش يتعاملوا، خافوا من الموقف. فخلاص تعمل. بيدي لا بيد عمرو، كنت مضطر ان انا اجهز ادواتي. نعم قيصريه، لا مش قيصريه يا فندم، ولاد عاديه. انا اتخضيت. لا ولاد عاديه، بس انا اقصد ان يعني حتى الناس الاقربين خافوا من الموقف. فتعاملت انا الحمد لله وربنا اكرمني، تعاملت مع الام بمنتهى الاريحيه، وهديتها الاول خالص، قلت لها الموضوع سهل جدا ما تقلقيش. وهي كانت امه طبعا معاها كذا ولد قبل كده، فريحتها وهديتها خالص، والحمد لله الموضوع تم بنجاح، والاب كان مبسوط جدا. مجدي الى الحياه، واقسم ليسمي الولد مجدي، لان هو مجدي وقوق قدامه. طيب كانت اول حاله ولاده طبيعيه في عائله سعيد في سنه 2023، احنا اتكلمنا عليه. مميزه جدا. المسعف كمان الاستاذ محمد مدحت، حضرتك مطروح. ايوه من مطروح. وعندنا ليك فيديو، في فيديو شهير جدا لحضرتك، مش عارفه يمكن في ناس كتير ما شافتوش. المره دي بقى مش اسعاف ولا ولاده ولا حتى اسعافات اوليه، انت نزلت جبت حد من البير. تمام. خلينا بس نشوف جزء الاول نفهم الناس احنا شفنا ايه، وبعدين ترجع بقى تحكي لنا ايه قصه العمليه الانقاذ الشديده دي. ماشي. نشوف. اللي احنا شايفينه في الفيديو هي عملية انقاذ، بس المرة دي واضح ان حضرتك نازل جوه بير. ايه بقى حكاية الحادث ده؟ جانا بلاغ بيفيد ان في مصاب واقع من في بير على عمق حوالي 18 متر. توجهنا بعربية الاسعاف لمكان الحادث، بدأنا نلقي نظرة مبدئية للمصاب، لقينا انه عنده كسر مفتوح بالذراع الايمن، اشتباه بي سي. ده كل ده هو جوه البير. اشتباه بي سي، اشتباه كسر بالعمود الفقري، اشتباه كسر بالحوض.
لان هو كان واقع وهو لسه بيبدا ينزل من فوق، نازل بحبل، كان بدا ينزل والحبل قام مقطوع بيه قام واقع بيه. انا اسفه بس هو نازل في بير يعمل ايه؟ كان بيبدا يحفره، كان بيحفر فيه. هو عامل يعني؟ عامل. كان نازل بيحفر فيه وكان لسه بيكمل حفر فيه. فجالنا البلاغه فتوجهنا له على طول، بدانا نطمن المصاب لحد ما جت المطافي عشان نشوف وسيله ازاي ننزلوا له. جت المطافي، رفضنا طبعا ان المطافي تطلعه بالحبل زي ما احنا قلت انا نازل كذا ما جه في الفيديو، لان ممكن يحصل مضاعفات. طبعا المضاعفات لان اشتباه بي سي، اشتباه كسر بالعمود الفقري، اشتباه كسر بالحوض، كسر مفتوح بالذراع الايمن. ممكن يحصل مضاعفات كتيره، ممكن يحصل له شلل. فبدات انا ودكتور محمد سعديه ان انا انزل للمصاب تحت. دكتور محمد طبعا كان رافض في البدايه لان دي مغامره، خايف عليه. مديره كان خايف. لا ان ده برضه نرجع تاني نقول ان ده مش من جزء، مش من لا توصيف العمل الخاص بيه ان هو ينزل ينقذ حد من جوه البير 17 متر. لا هي دي تعتبر مغامره، لان احنا دي حياه بني ادم قدام مننا. خلينا نشوف بعد اذنك يا مصطفى الفيديو ونشرح عليه اللي بيحصل. هو الفيديو تقريبا مدته 5 دقائق، خلينا نشوفه. اتفضل. فبدات هنا بقى كانوا بيحضروا حضرتك عشان تنزل. بدات التحضيرات عشان ننزل، وكان بجوار الدكتور محمد سعديه مدير الاسعاف. واخذنا التعليمات وبدانا ننزل للمصاب تحت. اخذنا معانا الادوات بتاعتنا الاسعافيه. بدانا نركب النيك كولر. حضرتك نزلت لوحدك؟ والاضاءه والنور والحاجات دي كلها من ضمن تجهيزات اللبس؟ لا هو فندم في الاول نزل حد من الحمايه المدنيه حاول ينقذ المصاب طبعا. فلقى ان انقاذه ممكن يكون فيه يعمل مضاعفات للمصاب لازم حد نفسه. فاهم بالظبط. فكان في تعاون، لان احنا دايما بنتعاون مع كل الجهات ان احنا نساعد المصاب في النهايه. فالاضاءه والادوات الخاصه بالانزال عن طريق الحمايه المدنيه تمام، والانقاذ الطبي نفسه عن طريق المسعف. فانا شايفه حضرتك اهو في الفيديو بدات يعني اهو بسم الله الرحمن الرحيم هتنزل جوه البير. وبعدين بدانا ننزل تحت، وبعد كده بدانا نشتغل شغل الاسعافات بتاعتنا. دكتور محمد طبعا كان واقف فوق بيدينا التعليمات. ركبنا حاجه اسمها النيك كولر عشان نحافظ على الرقبه. اللايف جاكيت بتاعنا عشان نحافظ على العمود الفقري. بدانا نركب جباير عشان في كسور. حافظنا على العمود الفقري بتاعنا يبقى في استقامه واحده عشان ما يحصلش مضاعفات. وحضرتك نازل في بير عمقه حضرتك قلت ايه 18 متر. وده مش من متطلبات وظيفتك، يعني دي مش حاجه مفروضه عليك، ده اختيار يعني حضرتك اللي اخترت ده. ما فكرتش مره مرتين طب ما انا ممكن انزل اتاذي انا كمان؟ طيب احنا ماشيين بطريقه ثانيه زي ما ذكر الدكتور احمد، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ده احنا بنتعرض له كل يوم، ده ممكن يكون اخويا، ممكن يكون حد قريبي، فاحنا ما بنتعاملش مع حاجه كلها كانها حالات بتاعتنا احنا. فمفيش تردد، في حالات اصعب من كده كمان بنتعامل معاها. اول ما نزلت بقى الراجل اللي كان واقع تحت المسكين العامل اللي تحت قال لك ايه؟ او يعني انا إيه؟ بدات اطمنه طبعا. وبدات اتعامل معاه، وبدات احكي له على الوضع اللي انا هتعامل معاه ازاي، هبدا اركب لك النيكولار بتاعنا، لحد ما خلصنا حاجتنا كلها وبدانا ان انا اخده في حضني ونطلعه بيه. طلعت بيه كل ده؟ ايوه. امنته خالص واشتغلنا معاه تحت وطلعنا بيه، والحمد لله هو دلوقتي ماشي على رجليه وشغال الحمد لله. انا قلت من الاول هي بطولات برضو، مش مجرد، هي مش وظيفه. طيب المسعف كريم عبد الفتاح حضرتك في البحيره. اهلا بحضرتك. اكيد برضو تعرضت لحاجات او لمواقف او حصل حاجات. حضرتك كام سنه في الاسعاف؟ انا تعيين 2002، يعني حوالي 22 سنه كده. 22 سنه؟ ما 2002 بقت 22 سنه. ف 22 سنه، فاكيد في حاجات كتير غير الحاجات البطولات العاديه اللي بتحصل بشكل يومي، بس اكيد في حاجات حضرتك بتتذكرها خلال الفتره دي. هي اخر طبعا حادثه او بلاغ جانا اللي هو كان يوم الخميس، كان 26 يناير، كان حوالي الساعه 7:45 الصبح. جالنا بلاغ من غرفه العمليات يفيد ان في زوج اعتدى على زوجته، والزوجه مذبوحه والحاله جثه. يا ستار. جثه هامده تمام. فانا فرحنا معايا زميلي السواق سعيد في النبطشيه، اتحركنا بسرعه. في حضرتك بناخد مع البلاغ عندنا تليفون الموبايل عشان نوصل بسرعه، يعني انا يعني طعم العربيه بيتواصل معاه. فوصف لنا المكان بالظبط ووصلنا بسرعه. طبعا لما وصلنا القريه نفسها كان المكان بيوحي ان في جريمه قتل، مش حادثه عاديه.
وده كل السيناريوهات طبعا لفت في دماغي يعني مدبوحه كده. فطبعا اصلا الفكره نفسها مقلده يعني البلاغ ده جه خير، لا مش يعني جثه هامده، قال لك جثه هامده يعني خلاص، وفي قاتل وفي وطبعا وصلنا طبعا للشرطه، طبعا فرد كردون امن مكثف حوالي 4 شرطه، في تجمهر كتير من الناس، والناس طبعا صوت تجمهر خلاص هي متوفيه. قال لك ورحتوا لانها متغطيه كمان. انا قلت لهم يا جماعه انا عايز نبص على الحاله الاول قبل ما فطلعنا الحاله كانت في الدور الثاني عشان نفحص البلاغ، انا ما نتحركش او نشيل كده وخلاص يعني، اتعلمنا في الدوره ان احنا نقيم ونفحص ونفرز وكده، ده في مكان الحادثه. فنسيت مغطيه فوق، طلعت طبعا بالسلم في الدور الثاني، هي كانت لوحدها والبيت متقفل عليها خالص ما كانش معاها حد، خلاص بقى قبضوا على القاتل وهي الست بس في البيت لوحدها. فطلعت الدور الثاني فبكشف البطانيه، فببص على اي علامات حياه موجوده في الست، لقيت في نبض ضعيف من دراعها، في نبضات ضعيفه خالص ونفس ضعيف، طبعا الجرح كان طبعا كان فظيع، وجرح طبعا عميق ذبحي في الرقبه كامل يعني. تمام، دي كانت مراته؟ زوجته. تمام، وطبعا احنا كان كل طبعا لما صرخت فيهم انتوا مغطينها ليه يا جماعه، الحاله عايشه. لما طبعا الناس اللي حواليا استغربوا عايشه، قلت لهم يا جماعه احنا عايزين ننزل بقى بسرعه من فوق الدور اللي من الدور الثاني. طبعا ربنا قدرنا بسرعه، كان معايا معدات، معايا الترولي كان في الصاله في البيت تحت، وكانت العربيه كانت قريبه من البيت، عربيه الاسعاف. فانا بسرعه الناس لما نزلت وقولوا عايشه، الناس مش متوقعه يعني. اكيد من شكل الجرح او من لا، ما هو كانوا خلاص، ما هي الناس هيئت نفسها الحاله متوفيه. فالناس طبعا تحت هللت طبعا الله اكبر وبتاع كده. والله كان حاجه يعني، كانت ملابسات الحادث كان غريب. وعاشت؟ لا. والله. فطبعا لما نقلنا العربيه كان كل هدفنا احنا كيسافر ان نوصل بقى بسرعه ونامنها، عشان طبعا هي كانت نزفت كتير. طبعا قفلنا الجرح بالدريسنج وانا في عربيه الاسعاف، بلغت طبعا زميلي السواق سعيد اللي كان معايا انه بلغ المستشفى دمنهور عشان تجهز. نقرب مستشفى ان الحاله حرجه جدا، ويجهز دكاتره الصدمه والجراح يكونوا متواجدين في المستشفى. وده فعلا اللي كان حصل. طبعا ركبنا لها كانولا سحايه اسمها كانولا وريديه عشان نعوض فقد الدم، وركبنا الحمد لله محلول ده في الطريق بقى من وقت من مكان الحادث لغايه ما وصلتها المستشفى عشان تدخل على وده الجرحة. هدف العمل الاسعافي انك بتامن الحاله وتحافظ عليها، تفضل عايشه لغايه ما تسلمها، لحد ما تسلمها للمستشفى. ده الهدف، ده النمره واحد في الاسعاف يعني. بس يعني سبحان الله، يعني لو كان في، مش هقول تقصير، لو كان في انه خلاص انت الحاله ميته خلاص انقل على انها ميته، كانت فعلا يعني الطبيعي مثلا بيجي هبعت عايز حضرتك البلاغ على غرفه العمليات ان حاله جثه وفي نيابه، في نيابه هتعين، لا ممكن ناخد وقت نطلع، لا والله احنا يعني ما يأسناش، ما كانش في يأس، كان حظها حلو، ما كانش في يأس والله خالص، احنا وصلنا في وقت قياس، وخدت تليفون الموبايل كمان عشان اتواصل معاه عشان نوصل بسرعه. تمام، فلما وصلنا ونزلنا بيها طبعا في المستشفى برده كان معايا ناس من زوايا في العربيه، نزل في المستشفى الله اكبر وكده، وكانوا يعني كانوا متخيل انك تعلن عن حاله يعني، متهيألي ان دي اكبر صدمه في الدنيا، وهي صدمه مفرحه بس هي ما زالت صدمه انه حد لا قدر الله خلاص فارق الحياه وبعدين لا ده لسه عايش. بس دي بيحصل لكم حاجه زي كده كتير، انه حد بتتعاملوا معاه لانه خلاص؟ كتير حضرتك، كتير يعني حضرتك مثلا احنا بنوصل البيت ساعات يجي لنا بلاغ مثلا حاله اغماء في البيت او غيبوبه في البيت. يعني انا مثلا اقرب حاله كنا في قريه اسمها دنشال، عندنا مغطي في قريه اسمها دنشال عندنا. طبعا كان البيت قريب من نقطه الاسعاف، احنا في قرى حياه كريمه اصلا، والعربيات دي خاصه بحياه كريمه، ودي عامل حضرتك عامل الطفره عندنا في مجال الاسعاف في الجمهوريه عموما وفي المحافظه عندنا خصوصا. فالبنت بتخبط علينا بتقول ايه، ماما توفت، ماما ماتت الحقوني. فانا رحنا يعني دي غيبوبه سكر ولا كبد؟ فاحنا لما رحنا قلنا الحاله بتعالج من اقل السكر. طب انت، طب اخر مره اخذت انسولين؟ قالت اخذت انسولين بقى. طب السيره السكر دلوقتي؟ قالت سكرها 30. حضرتك السكر 30 ده لما ناخد، لما انا من البيت للمستشفى ناخد ربع ساعه، يبقى كل ثانيه بتعدي على المخ بيفقد جزء من الخليه مع غيبوبه نقص الانسولين بالذات. الحمد لله والله العظيم ركبنا لها كانولا ورديه برضه وحاجه دوكستروز 10%، ربع ساعه بالظبط الحاله كانت بتتكلم معانا. ما شاء الله والله الست كانت بتتكلم معانا بعد ربع ساعه بالظبط. انا منبهره. المستشفى بيبقى فيه انقاذ للحياه طبعا. طبعا الاسعاف النهارده حضرتك يعني، انت حضرتك لما بتتصل على 123 كمواطن عندك حاله، ثق وتاكد مش كلام شوي يعني قدام الكاميرا، انك هيوصل لك فريق طبي مدرب بس. هو ده اللي احنا بدانا بيه، لانه في الاخر هو ممكن يبقى اخو حضرتك، بنتك، زوجتك، اختك، فهو في الاخر انت بتتخيل نفسك لو انت لا قدر الله في الوضع ده هتبقى عايز الناس تتعامل ازاي مع ابنك او بنتك او والدتك، فانت هتعمل نفس الشيء. استاذنكم سريعا هنطلع فاصل وبعدين نرجع نسمع بقيه الحكايات بعد الفاصل. الناس اللي معانا او الابطال اللي معانا زي ما بيعملوا شغلهم وزياده، يعني في حاجات بتبقى حتى خارج متطلبات الشغل لكن بيعملوها بقلبهم لانه بيتخيلوا ان ده ممكن يبقى حد قريبهم. في كمان دور عندنا احنا بقى، يعني
من الحاجات السلبيه اللي انا دايما بتكلم عليها فكره الناس اللي بتقعد تزنق على عربيات الاسعاف. يعني في كل حته في العالم تلاقي سرينه حتى لو جايه على بعد 2 كيلو الناس بتركن على اليمين او بيوسعوا الطريق والعربيه تعدي حتى لو كان في زحمه طبعًا. في الشارع كله. طبعا طبعا اولويه لعربيه الاسعاف. واحنا في يعني فرصه ان احنا موجودين والجمهور يسمعنا في ثلاث طلبات مهمين جدا بنناشد الجمهور ان هم يساعدونا فيهم. اول نقطه ما فيش داعي ان احنا نعاكس رقم 1 2 3. لسه ده بيحصل بجد؟ بيحصل كده؟ هو بيحصل طبعا. الموضوع قل شويه بس مش بالطريقه المطلوبه. واحنا الحمد لله يعني بتتعمل فلتره طبعا للمعاكسات، بس ده بيبقى حمل ولود جامد جدا علينا ان احنا بيجي لنا معاكسات كتير. مش على بيظهر الرقم لما حد بيكلمك؟ بيظهر الرقم ده لازم يتحول لتحقيق. الارقام المتكرره بنعمل معاها كده. هو في رساله صوتيه في بدايه المكالمه تحذيريه ان لو دي معاكسه سيتم اتخاذ الاجراء، لانه بيتسبب في الدقيقه اللي هيضيعها ان هو بيلعب انه في حد ممكن يموت. دي نقطه مهمه جدا. تاني نقطه زي ما حضرتك بتقولي ان احنا لازم نوسع على عربيه الاسعاف. صح ده بيعمل لنا مشاكل كتير، بس برضه انا لازم ابقى يعني صريح في النقطه دي ان في بعض الوعي زاد الفتره الحاليه، لكن برضه في مشاكل كتيره بتحصل ان بيبقى شغاله سرينه عربيه الاسعاف ما حدش بيوسع لها. ده بيؤدي لعرقله العمل. يعني انا البلاغ جالنا وخدنا البلاغ بسرعه، والسائق والمسعف حضرتك شايفه يعني الناس الرجاله مش بيتاخروا خالص وتحركوا بسرعه. ده يخلي انها توصل متاخر لو في حادثه لا قدر الله. ده اللي بيأخر لنا بقى الموضوع. واحنا عندنا لما الدنيا بتبقى زحمه يعني تبقى وبعدين حد ممكن يقول لك اصل انا بصيت على العربيه لقيتها فاضيه. طب فاضيه بس هو لسه رايح يجيب الحاجه. يعني مش لازم تبقى العربيه فيها حد علشان نوسع لها. حتى يعني حتى لو هو ما راهوش حاجه رايح يجيب شاي، يعني انت توقع دايما ان العربيه دي هو دايما في خدمه اسعافيه. انا مش بستخدم او رجاله مش بيستخدموا سرينه الاسعاف في مشاوير شخصيه. مش بيستخدم العربيه اصلا في مشوار شخصي، هو بيستخدم العربيه او السرينه لانقاذ مريض او مصاب، رايح يجيب المصاب او راجع بيه بعد ما جاب المصاب. ثالث نقطه دايما بنقول احسن اسعافات اوليه نعملها لاي مصاب قدامنا نطلب المساعده ان احنا نتصل بالاسعاف، ولو مش متدربين على الاسعافات الاوليه مفيش داعي نتعامل مع المصاب. انا كمواطن ممكن اتعامل مع المصاب بطريقه غلط اعمل له اعراض جانبيه. طبعا. مع ان لو انتظرت 5 دقائق أو 7 دقائق عربيه الاسعاف هتوصل والمسعف ما شاء الله الحمد لله يعني رجالتنا مستواهم كويس جدا مستواهم متقدم جدا هيقدروا يعملوا اسعافات اوليه لاي حاله ايا كان. استاذ مجدي حد قبل كده دخل ضايقك او يعني انت عارف في ناس كتير بتحب تشتي في كل شيء حتى في الطب كتير. فحد مثلا قال لك ايه اللي انت بتعمله ده لا اعمل كذا كتير ده مش بيكلمه بس ده بيمد ايده كمان بيشمر يعني معاك بيمد ايده يعني امسك الحاله انا بتعامل هو بيقول لا امسك من لا اعمل كذا طيب يا استاذ لو سمحت سيبني اشتغل بعد اذنك طب ساعدني حوش الناس عني بعد اذنك طب وسع لي مكان وفي الناس الهدف انها تتفرج لذلك انا يعني عايز اقول حاجه بعد اذن حضرتك يا ريت يبقى فيه حملات دعايه لاهميه رجل الطوارئ سواء كان رجل اسعاف او كان رجل مطافي او رجل انقاذ او رجل دفاع مدني اهميه رجل الطوارئ في مكانه لان هو القائد هو الليدر بتاع المكان ده هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله دلوقتي هو ده الراجل المفروض كل الناس تسمع كلامه المفروض المسعف نزل في مكان حادث يا جماعه وسعوا المفروض كل الناس توسع ما الاقيش واحد داخل بدراجه بخاريه او توك توك وداخل عشان يتفرج ورافض ان سياره الاسعاف تعدي بيحصل او الاقي ان واحد بيكلمني ويقول لي لا ما تعملش كذا واعمل كذا او الاقي ان واحد بيمد ايده على مصاب في حاله خطره وانا معايا مصاب تاني في حاله اخطر وبيشيله ووديه داخل سياره الاسعاف اللي انا ادخل فيها مصاب تاني ممكن يسبب له وسع في شلل تاني ان انا الاقي الناس راكبين سياره الاسعاف 1000 واحد عايزين يقفوا داخل سياره الاسعاف حتى مش عاطين فرصه ان انا اقدر اتحرك بالمصاب او ادخل المصاب داخل سياره الاسعاف. دي العوائق يبقى اذا الثقافه العامه في الشارع هي السبب الرئيسي في الاعاقه اللي بتقابلنا كرجال طوارئ ورجال اسعاف. دايما الناس اللي شغالين في القطاع الخدمي وخاصه الطبي بيتعرضوا هم نفسهم لمشاكل. يعني كنا بنشوف مثلا بعض العائلات اللي ممكن تتعدى على طاقم تمريض او طاقم الاطباء بسبب انه لا قدر الله مريض جه حالته خطره توفى مثلا مات في النص. هل انتوا كمان في مخاطر بقى في الشغلانه دي انتوا بتواجهوها تقريبا بشكل يومي؟ طبعا احنا المخاطر دي كل يوم بنقابلها. احنا دلوقتي بنطلع على بلاغ ممكن يكون حادثه ممكن تكون حاله وفاه في البيت. الناس طبعا بتبقى مستغربه من الوضع اللي هم فيه. الحادثه بالذات الناس بتبقى في حاله ذهول من منظر اللي هم بيشوفوه. فبتيجي تروح تشتغل معاهم عايز يشيل الحاله بتاعته ويركب قلب العربيه باي طريقه.
بس مش بالطريقه الصحيحه. احنا اهم حاجه ان احنا بنحافظ على المصاب بتاعنا، بحافظ عليه عن طريق الاي بي سي بتاعنا، بشوف الممر الهواء بتاعه، وبنحافظ على كل حاجه في جسمه، بطمن عليه خالص بحيث ان انا انقله لعربيه الاسعاف بدون اي مضاعفات. فقله الوعي بتاع الناس برضو هم ده اللي بيخليهم يبداوا يخافوا على الناس بتاعتهم وعايزينهم ينقلوهم بسرعه. انا عارفه ان انتوا كمان بنشوفكم في المباريات بتكونوا موجودين داخل الملاعب، وفي حوادث كتير بتحصل جوه الملاعب، منها مثلا حوادث بلع اللسان. اللي احنا كان معانا فيديو، مش عارفه جايز معاكم لا يا مصطفى، الفيديو الخاص بالظبط، مش عارفه المباراه دي كانت امتى، بس ما كانتش من كتير. يعني عندنا في مطروح واحده برضو زيها في لاعب من اللاعبين، بس حضرتك ده ما كانش العربية الاسعاف ما كانتش موجوده، كانتش بس كان في مسعفين اعتقد بعد شويه. لا دي مش خاصه بالهيئه خالص. بالنسبه طبعا الاصابات اللعيبه دي منتشره جدا، وشرط من شروط بدايه اي ماتش كوره ان الحكم لازم يتاكد من تواجد سياره الاسعاف. لان فعلا الفتره الاخيره خاصه زادت الاصابات دي، والموضوع ده زاد، وده خلانا ان احنا دخلنا في البرنامج التدريبي للمسعفين في هيئه الاسعاف المصريه التدريب على اصابات الملاعب. وبالمناسبه احنا مثلا عندنا بكره يوم علمي، لان احنا بنستعد لتامين كاس الامم الافريقيه لكره القدم الشباب تحت 20 سنه. هيبدا الاسبوع الجاي، فاحنا عاملين يوم علمي لاعاده التدريب على اصابات الملاعب. طيب هل في اوقات معينه بيكون، يعني حضرتك في البحيره صح كده؟ هل في اوقات معينه مثلا في السنه بيكون عدد الحوادث اكتر، في ايام تانية بتبقى لا الدنيا اهدى؟ يعني مثلا ممكن في يوم نطلع مثلا 7 بلاغات، ممكن يوم 3، ممكن يوم مثلا نطلع حاله، ممكن يوم الدنيا تبقى هاديه يعني ما نطلعش. بس مفيش مواسم للقصه. لا بالنسبه يعني مثلا في الاعياد في المناسبات وعلى مستوى الجمهوريه طبعا. زي ما حضرتك بتقول الاعياد والمناسبات دي بتبقى مواسم طوارئ بالنسبه لنا. بالنسبه للمحافظات يعني مثلا لو اتكلمنا عن البحيره ومطروح واسكندريه، ففي موسم الصيف طبعا بيبقى في ضغط شغل رهيب جدا، خاصه على الطريق ومنطقه الساحل الشمالي بعد تعميرها والتطورات اللي حصلت فيها، مثلا البحر الاحمر طبعا. الوقت الحالي احنا عندنا الاقصر واسوان بيبقى دايما فيها طوارئ ورفع درجه استعداد، لان ده وقت زيارات او وقت غالبا بيبقى فيه سياح واجانب في الوقت ده، حركه المصريين، رحلات الجامعه، رحلات المدارس، بنهتم قوي بالمنطقه دي. مثلا ممكن نقول الفيوم على مدار السنه بيبقى فيها زيارات للمناطق السياحيه اللي موجوده فيها. فاحنا عندنا موسميه، مناطق موسميه فيها طوارئ او حاجات بتبقى على مدار السنه، وكل ده بيبقى ليه استعداداته. تشتغلوا تقريبا كده كام ساعة في اليوم تقريبا؟ 24 ساعة. 24 ساعة يعني انت ممكن تقعد تطبق 24 ساعة بالثلاث ايام كمان. بالثلاث ايام ليه كده؟ وممكن لو الشيفت بتاعه خلص وهو في حادثة بيكمل ولو ده علشان الاعداد، يعني ممكن نزود في الفترة الجاية الاعداد ان شاء الله في زيادات. طبعا هو في عندنا ده شيء يعني ما واقع وحاصل، يعني نقص الاعداد اللي موجودة، والحمد لله في اجراءات يعني قويه جدا لزياده اعداد المسافرين. احنا عملنا اصلا بعز دكتور احمد ما بيرتبطش يعني بوقت، يعني احنا انا في مره واحد من الناس والله العظيم والله العظيم بعد ما غيرت لبس وماشي، جت واحده ست شايله بنتها كان صدمتها سريعه على الطريق الزراعي، والله ركبت عربيه اسعاف تاني. انت والله ربنا يكرمكم. والله بتهيألي احلى لحظه، خلينا نقول كمان قبل ما نختم، لما حد بيدعي لك ده اكيد بتسمع ده، حد يدعي لك ده حضرتك طبعا عديت، لان في يعني اكراما ليك تسمى الطفل باسم حضرتك، ودي دعوه هتفضل مدى الحياه. الحمد لله. لكن حد بيقول لك يعني اكيد طبعا، بس هي السعاده بتاعتنا انك تبص لنفسك مثلا تبقى في كرب او تبقى في حادثه او تبقى في ازمه ومبسوطه بعد كده. انا بشكركم جدا جدا ابطال هيئه الاسعاف، بشكر حضراتكم على وجودكم، والناس دي بتشتغل بالثلاث ايام بشكل متواصل، بيعملوا حاجات يمكن فوق المطلوب منهم في شغلهم. الهدف بس ان احنا يعني في جمله اخيره، فكره انه لما بنشوف عربيه فيها يعني عربيه اسعاف وبتبقى العربيه دي عايزه تجري، هي مش عايزه تجري علشان عندها ميعاد او عايز يروح على طول او عايز ينام بدري او عايز يلحق المسلسل، هو عنده روح عايز ينقذها. فبس الحاجه الوحيده اللي مطلوبه مننا ان احنا نحاول نوسع لهم الدنيا علشان يقدر يعمل شغله. بشكركم. حاجه بعد اذنك. اتفضل. احنا يعني من ضمن الصعوبات اللي احنا بنواجهها ان احنا بنتاثر بالحالات اللي احنا بنشوفها. طبعا. وده مش مطلوب انه يطلع عندنا في البيت. احنا بنفصل ما بين العمل لان انت طول الوقت في حوادث، اولادي ما ذنبهمش حاجه في اللي انا بشوفه، انا مطلوب ان انا ادخل بيتي وانا مبسوط ومفيش اي حاجه، وما نقلهمش الصوره الصعبه اللي انا شفتها.
بس ده اكيد جه بعد وقت بعد خبره طبعا ده بيجي بعد ثبات بعد خبره على صدمات كتير يا رب ما فيش صدمات يا رب على سعداء بحضرتك وانا اسعد والله شرفتوني بشكركم دكتور احمد سيف رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئه الاسعاف بشكر كمان المسعف الاستاذ مجدي محمد الاستاذ محمد مدحت والمسعف كارم عبد الفتاح شرفتوني ونورتوني شكرا لحضرتك